يا مساء الانوار على حضراتكم، ازيكم وازاي حالكم؟ مكملين مع بعضينا في الاسبوع الصحي بتاعنا والكلام الصحي الحلو بتاعنا الجميل. زي ما قلت لكم قبل كده انه الحاجات الصحيه، او لا لسه هقول الجمله دي ما قلتهاش المره اللي عدت، لا لسه هقولها لكم دلوقتي. الحاجات الصحيه بتعتمد على حاجات كتير جدا جدا، من ضمنها انا جسمي بيستوعب ايه، انا مثلا ايه الحاجات اللي بتضرني وايه الحاجات لا. في ناس ممكن مثلا تاكل عيش كل يوم ما تضرهاش، في ناس ممكن تاكل نص رغيف تلاقي نفسها عندها اي مشاكل في الجسم بسبب القمح، بسبب الجلوتين، بسبب حاجات كتير قوي. في ناس تانية تاكل لحمه تتعب، في ناس تانية تاكل مثلا خيار يتعبها، حاجات شبه كده يعني. فدايما الامور الصحيه هي حاجات نسبيه من شخص لشخص تاني. في ناس تانية تاكل دهون ما تتعبهاش عادي خالص، بيحرق ويشتغل ويتحرك كتير جدا فما بيتعبش. لكن طبعا حاجات كتير، والحاجات اللي زي كده لو كترنا فيها حتى لو هي مش بتعبنا على المدى القريب، لكن على المدى البعيد هي اكيد هتعمل لنا مشاكل. فدايما احنا بنحتاج حاجه اسمها الاعتدال، ان يكون عندنا بالانس كده او توازن في الحاجات اللي احنا بنعملها. يعني مش كل يوم ناكل لحمه، مش كل يوم ناكل فراخ، مش كل يوم ناكل خضار بس لوحده، طبعا ده مش هينفع. لكن يهمنا جدا ان يكون عندنا شويه اعتدال في الاكل اللي احنا بناكله. طيب احنا بنقول ليه الحاجات اللي احنا بنعملها الاسبوع ده صحيه؟ لانه رقم واحد هي اغلبها ما فيهاش اي نوع من الدقيق الابيض اطلاقا. هل الدقيق الابيض مش مفيد؟ لا هو مفيد، لكن لما بنزود منه كتير مش الطف حاجه للجسم ومش افضل حاجه للجسم، فبنعمل بدايل ليه. يعني مثلا النهارده احنا هنعمل كيكه مالحه، بس الكيكه المالحه دي حاطين فيها حاجات بسيطه جدا من الحاجات اللي هي الدقيق، بس مش دقيق ابيض، دقيق شوفان مثلا وقشور سيليوم وحاجات زي كده، حاجات بسيطه قوي. وهنعتمد فيها اعتماد كلي على بيض وجبنه قريش. الجبنه القريش استاذه في حاجات كتيره جدا، فقلنا ندخلها معانا في كام وصفه خلال الاسبوع ده. والنقطه الثانيه كمان استخدامنا للدهون واستخدامنا لانواع معينه من مشتقات الالبان. الحاجات دي يا جماعه في ناس كتير قوي قوي بتتعبها وبتعمل عندها مشاكل صحيه، وفي ناس تانية اصلا ممنوع منها. عشان كده الاسبوع ده هتلاقوا اغلبه ما فيهوش اي نوع دي ابيض، علشان الناس اللي عندها حساسيه من الجلوتين. الحاجات اللي فيها جلوتين الدي والحاجات دي كلها احنا تقريبا مش مستخدمينها خالص الاسبوع ده، غير يمكن وصفه او حاجه زي كده او وصفتين، ده بالكتير قوي، وكمان حاجات قليله. تمام؟ طيب تعالوا نشوف مع بعضينا الوصفه بتاعتنا احنا هنستخدم فيها ايه بالظبط. انا عندي دقيق شوفان، دقيق شوفان مطحون، هاخد منه مثلا معلقتين ثلاثه بالكتير، وقشور سيليوم هاخد برضو منها معلقتين كبار او ثلاث معالق بالكتير برضو، ونص كيلو جبنه قريش، بقدونس مفروم ناعم، وهحتاج توم فريش فصين ثلاثه مش اكتر من كده، وهحتاج فلفل الوان على حسب ما انتوا عايزين. عايزين تحطوا واحده او نص ونص ممكن، ما فيش مشكله خالص. وطبعا لو عندكم فلفل حراق وحبيتوا تضيفوا برده ما يجراش اي حاجه خالص. هحتاج بصل مكرمل، بصلتين مثلا او ثلاث بصلات ما فيش مشكله برده، وهحتاج نص كوبايه حليب دافيه، وهحتاج زيت زيتون خمس معالق مثلا، وهحتاج ثلاث بيضات، شويه من حبه البركه معلقه كبيره كده ولا حاجه، وهحتاج زعتر جاف عشان يديني تيست كويس او ريحه كويسه، وهحتاج بصل باودر وملح وفلفل اسود. طريقه شغلها سهله جدا جدا، اسهل ما يمكن، ما فيهاش حاجه صعبه خالص. انا اول حاجه بس هحتاجها هحتاج ان انا اخد الفلفل بتاعنا اقطعه، واثناء ما احنا بنقطع الفلفل هنتكلم مع بعضينا عن الطريقه بتاعه شغل الكيكه دي نفسها، او شغل الكيكه بتاعه الجبنه القريش المالحه دي نفسها، وهقول لكم هنعمل فيها ايه بالظبط. طيب نقدر نضرب الحاجات في الخلاط مع بعضها، طبعا مش الفلفل والحاجات الباقيه اكيد لا، لان انا عايز الحاجات دي طعمها يبان، والقوام بتاعها كمان يعمل معانا ايه، يبان معانا اثناء التشغيل اثناء ما انا بعملها. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه اقدر ببساطه قوي اجيب بوله واحط فيها الحاجات بتاعتي وهرسها مع بعضها واقلبها تقليبه كويس والموضوع انتهى، ده يشتغل وده كمان يشتغل معانا. طيب على ما الحاجات دي برضو تخلص او على ما اخلص التقطيع ده هعمل حاجه تانية بسيطه. هاخد معايا هنا قشور السيليوم بتاعتي اهي، واحط عليها الحليب. تمام؟ وهحط عليها الشوفان. خلاص؟ وهجيب الملح والفلفل الاسود، وهبدا اقلب الحاجات دي مع بعضها.
وطبعا هحط كمان البيض معاهم حالا دلوقتي. وناخد مثلا هنا في حدود معلقتين صغيرين ملح، مش اكتر من كده. انزل بالبيض اهو، يبقى اللبن البيض والقشور بتاعت السليم اهم، في حتتين شوية مني نحاول نطلعها. الحمد لله. وهقلب كل ده مع بعضيه علشان اجهزه. هل ممكن تحتاج مني شويه لبن؟ اه ممكن، لو احتاجت مني شويه لبن هنعمل الكلام ده، نضيف حبه لبن تاني ما يجراش اي حاجه. ده كله هيرجع للاخر خالص للقوام بتاعها. انا بعمل كده ليه؟ لان ببساطه شديده قوي عايز انشط الجيلاتين. قشور السليم فيها شويه جيلاتين خفيف خالص، فاحنا عايزين نطلعه بتبقى حاجه فيها زي زلال كده، او يعني هنسميه جيلاتين مش هنسميه الحاجات دي، مش الجلوتين اللي هو فيه مشكله في الحساسيه. ما تقلقوش لان السليم ما فيهوش الكلام ده. فاحنا بننشط بس شويه الجيلاتين اللي موجودين فيه علشان يمسكوا لي الوصفه بتاعتي شويه. خلاص كده هبدا اقطع الفلفل بتاعنا اهو بالشكل ده، وبعدين هجيب عندي الحاجات بتاعتي اللي انا محتاجها، البوله، مضرب سلك، وهبدا اخلط الحاجات دي كلها. عينينا يا استاذ ياسمين. يا سلام. حاضر. ماشي استاذ ياسمين المخرجه بتاعتنا بتقول لي شيل المعلقه اللي في البتاع. بس فشلنا المعلقه اللي في الدوره. بسيطه جدا. بص يا فندم تحت امر سعادتك. يا سلام. طب يا جماعه هبدا دلوقتي اجيب عندي بوله كبيره وابدا اخلط المقادير بتاعتنا ونشتغل فيها على طول مع بعضينا. ادي هنا الجبنه القريش، شويه بصل مكرملين بقى. يا سلام، مش عايز اقول لكم بيبقى الموضوع عامل ازاي وحلو قد ايه. هنزل بالخيط بتاع قشور السليم اللي هنا دي اهي، وانزل معانا هنا بحبه زعتر خفيف مش عايز كتير، والثوم الباودر بتاعنا او البصل الباودر، وهنزل بحبه من حبه البركه برضو مش كتيره، والبصل المكرمل، ممكن نضيف بيضه لو احنا حبينا، ممكن نضيف حبه لبن مفيش اي مشكله خالص. وهاخد الفلفل الالوان بتاعنا اهو، هاخد جزء منه بالشكل ده، ممكن اسيب الجزء التاني احطه على الوش مفيش مشكله خالص. واخد معانا البقدونس، واخر حاجه هعملها ههرس فص الثوم اللي هنا ده، فص واحد بس مش كتير، علشان بس ايه ما عملناش طعم مش لطيف، هو هيخدم على باقي الاطعمه بتاعتنا والموضوع انتهى. تمام الكلام اهو. ونبدا ان احنا نعمل فيها ايه، ندي تقليبه، وطبعا مش هننسى زيت الزيتون بتاعنا اهو. ممكن تحتاج معانا بيضه تاني وحبه لبن، بسيطه جدا مفيش اي مشكله اطلاقا في الموضوع ده. هدي زيت الزيتون. خلاص يا جماعه، وهبدا ادي التقليبه بتاعتي اهي. هتدخل الفرن على درجه حراره 180، هتقعد معانا في حدود تلت ساعه او نص ساعه بالكتير، وهتبدا تطلع معانا. هتلاقوا الكيكه اللي زي دي مش هتلاقوها زي ما انتم متخيلين فلافي ولا حاجه زي كده، بالعكس هي هتبدا البيض اللي جوه في الكيكه نفسها هيبدا يستوي ويربط الكيكه ببعضها، فهتطلع كانها سلايس قطع كده، كاني بالظبط زي ما تقولوا كاني بقطع جبنه تاني، بس جبنه متبله بحاجات تانيه مختلفه ومستويه عندنا فين؟ مستويه جوه الفرن. فهو ده الفكره اللي فيها. ادوني ثواني بالظبط هظبط الدنيا بتاعتنا ونشيل الحاجات اللي هنا دي، واجيب الصينيه بتاعتنا نحطها فيها وندخلها على الفرن بتاعنا على طول. زي ما قلت لكم لو احتجت شويه لبن، نص كوبايه لبن او ربع كوبايه لبن تاني او واحده بيض وقلبتها معاها، مش هيجرى اي حاجه خالص، الموضوع بسيط. هقعد
عدنا اليكم بعد الفاصل. الواحد بيحس انه بيرجع للكرتون بتاع زمان، مش عارف ليه، بس حلو، ايام الطفوله كانت جميله يعني، مش وحشه. نيجي للوصفه الثانيه بتاعتنا. الوصفه الثانيه بتاعتنا احنا هنعمل حاجه اسمها بانانا بريد، او يعني كيكه موز بس ما فيهاش جلوتين، جلوتين فري، علشان برضو الناس اللي بتعاني من حساسيه الجلوتين، لانه طلب مننا كتير جدا الموضوع ده. احنا المفروض بقى قبل ما نذيع الحلقات دي نعمل بروباجندا كده على الفيسبوك وعلى كل حاجه، يا جماعه تابعوا الاسبوع اللي جاي، لان كله جلوتين فري او كله صحي وما فيهوش اي جلوتين خالص، عشان الناس اللي عندها مشكله من حساسيه القمح والسكر والكلام ده كله خالص. فمن فضلكم لازم تتابعوا هذه الحلقات، لازم، ضروري جدا. هنستخدم النهارده برضو حاجه مهمه قوي، هي قشور السليم. يعني انا اسف، هو قشور السليم للاسف هي غاليه قوي، بس انا بستخدم منها حاجه بسيطه. يعني انا لو هعمل كيكه موز زي دي انا مستخدم فيها تقريبا نص كوبايه، نص كوبايه قشور سليم. دي ما تجيش بالظبط 50 جرام، يعني مش مكمله 50 جرام اساسا، لان هي خفيفه قوي، وزنها اخف من الدقيق، كاني بحط رده، وكوبايه الرده تقريبا في حدود 80 جرام وزنها. فلما استخدم قشور سليم زي دي انا بستخدم كاني 40 جرام، يعني ممكن يكونوا في مبلغ بسيط، مش قليل مش كبير يعني، تمام. طيب تعالوا نشوف المقادير ونشتغل فيها ونحكي عن نقطه تانية حلوه كده معايا. طيب انا محتاج نص كوبايه دقيق ذره، نص كوبايه قشور سليم، يعني انا عندي كوبايه تقريبا ميكس ما بين نوعين الدقيق دول، او نوعين المادة الخام الباودر بتاعتنا دي، ونص كوبايه سكر بني. انا بقول سكر بني عشان هو صحي شويه، لو عندنا سكر بتاع التموين شغال، سكر تموين شغال اللي هو لونه بني غامق شويه ده، تمام. وعندنا معلقتين صغيرين بيكنج باودر، ومعلقتين صغيرين بيكنج صودا، ومعلقه صغيره فانيليا، وبيضتين، واربع صوابع موز يكونوا تراي، وزنهم تقريبا في حدود 200 جرام بعد ما يتقشروا، تمام الكلام. ونص كوبايه حليب خالي الدسم، وفي حدود نص كوبايه او تلت كوبايه دقيق ذره، تمام كده. نقول مره كمان، نص كوبايه دقيق اصفر، ونص كوبايه قشور سليم، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، معلقتين صغيرين بيكنج صودا وفانيليا، وعندي اتنين بيضه، وعندنا نص كوبايه حليب خالي الدسم، او لو عايزين تحطوه كامل الدسم برضو براحتكم خالص. نص كوبايه سكر بني، وقلنا لو مفيش نحط مكانها سكر عادي من بتاع التموين، او السكر موجود في البيت مش مشكله كبيره، في حدود تلت كوبايه او نص كوبايه زيت ذره. وعندي اربع صوابع موز، لما يتقشروا يكونوا في حدود 200 جرام. بقول ليه 200 جرام؟ علشان يكونوا مناسبين للحاجات اللي عندنا، ونعرف نعمل الخليط بتاعنا يكون صح وتمام. طيب هعمل ايه؟ اسهل مما تتخيلوا، بسيطه جدا جدا. اول حاجه هقشر الموز، انا طبعا ما رضيتش اقشر الموز واحنا في قبل الهواء، لانه ما هياخد ثواني وهيبدا ان هو يعمل معانا ايه، هيبدا ان هو يسمر ويعمل لون مش لطيف، ودي اسمها عمليه اكسده. والحاجه لما بتاكسد في الهواء معناها انها بتتفاعل مع الهواء، ففي حاجات لما تاكسد تغير لون، وحاجات تانية تبوظ، وحاجات تانية تترمي في الزبالة. فطبعا الاكسجين عامة بيعمل عمليات الاكسدة، ودي مشكلة كبيرة، فلازم ناخد بالنا من كده. لما تروحوا السوق تشتروا الموز، اشتروا الموز اللي هو يعني مستوي زيادة شوية، ده هيساعدنا اكتر في ان احنا نشتغل عليه كويس، او يدينا نتيجة حلوة يعني. بمعنى صح، انا دايما بشمشم كده علشان المعالق الخشب والسيليكون دايما بيلقط فيها الروايح، فلازم تاخدوا بالكم، تمام. هاخد معانا السكر على الموز اهو، وهبدا اهرس بهذا الشكل. ممكن اهرسه في الكبه لو حبيت، ما يجراش اي حاجه، في الخلاط برضو مش هيجرى اي حاجه خالص، اللي موجود عندكم متاح ينفع يشتغل، مش هيقول لكم لا، تمام يا جماعه اهو. احتاج احسن مضرب السلك، وما تهرسوش الموز للدرجة اللي هي، علشان لو حبيته يفضل فيه قطع ما فيش مشكلة خالص، تمام. طيب نيجي لنقطة تانية مهمة دلوقتي هنقولها مع بعضينا، وهي نقطة اسمها احنا ليه مستخدمين بيكنج باودر وبيكنج صودا، هو مش حاجة واحدة منهم كفاية؟ هقول لكم لا، مش حاجة واحدة كفاية، لانه
البيكنج باودر بيعمل حاجة والبيكنج صودا بيعمل حاجة. البيكنج صودا بيساعد ان الحاجة بتاعتي تترفع بسهولة، خاصة لما تكون حاجة تقيلة زي الموز، ودي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. هنزل بالحليب وهنزل كمان البيض، ومعها الفانيليا، وندي تقليبة. خلصت، ما كملتش حاجة خالص معانا، بالعكس أسهل مما تتخيلوا. لو لقيتوا قطع موز كبيرة اهرسوها مفيش مشكلة خالص، لو عايزين تسيبوها زي ما هي برضو ما يجراش أي حاجة خالص. تمام يا جماعة، هاخد الزيت بالشكل ده، واخر حاجة هضيفها هي قشور السليم، وكمان دي الذرة الاصفر، ومعاه المادة الرافعة بتاعتنا البيكنج باودر والبيكنج صودا، وهقلب كل ده مع بعضيه تقليبة كويسة سريعة. وبعد كده هبدأ اجيب عندي القالب وهصبه فيه على طول. طبعا انتوا هتحسوا انها سايلة شوية، لا، لو سبتوها دقيقة واحدة بالظبط هتلاقوا قشور السلم ابتدت ان هي تخليها تمسك في نفسها، وده اللي بيعمله معانا او قشور السلم بتعمل الموضوع ده على طول. خلاص يا جماعة، اجيب عندي القالب بتاعنا كان هنا، القالب، خليكم ثانية واحدة، ثانية واحدة، نجيب القالب بتاعنا اهو يا جماعة، القالب بتاع الانجلش كيك ده، ونحطه هنا وهصب فيه الخليط، ماشي. وبعد كده هدخل الخليط بتاعنا، ما تفكروش ان هو سائل ولا حاجة، هو تمام جدا كده، لو اتساب دقيقة زي ما قلت لكم هيبقى بالظبط بالظبط هيجبس معانا، هيدخل معانا الفرن. درجة حرارة الفرن ما تزيدش عن 160 او 170 بالكتير قوي، هياخد معانا وقت قد ايه؟ في حدود 50 دقيقة او 45 دقيقة، هيطلع معانا مستوي وزي الفل و10 على 10. والحاجات اللي زي دي اللي هي بتاعت الكيكات الموز والحاجات اللي فيها حاجات تقيلة زي الخضار والفاكهة والكلام ده، لازم تاخد معانا حرارة هادية عشان لما تدخل الفرن تستوي معانا، تستوي صح وتطلع مظبوطة جدا. خليكم معايا ثواني، هدخل ده الفرن ونشيل الحاجات دي كلها ونرجع لكم على طول عشان نقدم الحاجتين بتوعنا اللي احنا عملناهم النهارده بطريقه شيك وحلوه، واوريكم شكلهم بعد ما استوي. خليكم معايا. اوكي، احنا رجعنا خلصنا الكلام، الدنيا بتاعتنا تمام، الكيكه هي جاهزه يا جماعه بتاعتنا دي، كيكه الموز اللي احنا عملناها من شويه مع بعض ودخلناها الفرن. طبعا هي مش هتستوي معانا في الحلقه اكيد خالص، هنقطعها مع بعض. القوام بتاعها مش زي باقي الكيكات عشان تبقوا بس حضراتكم عارفين، قوامها مختلف شويتين ثلاثه عن الكيكات، لكن عايز اقول لكم ان هي تحفه، ريحتها حلوه قوي. بصوا عامله ازاي اهي، ممتازه زي ما انتم شايفينها اهي. عايز اقول لكم على حاجه نسيت اقول لكم في الكلام لما اتكلمت معاكم من شويه، تقدروا جدا تحطوا فيها حبة من الشوفان لو حبيتوا تعملوا الكلام ده، ما يجراش اي حاجة خالص، تشتغل معاكم وتبقى زي الفل. دي برضو من ضمن الحاجات اللي انا بحب اعملها، يعني حبة شوفان كده معلقة في العجينة هتشتغل زي الفل. دي انا حطيت لها معلقة شوفان اللي هو حب، يعني مش مطحون. هجيب دي هنا الناحية دي علشان نروح نبص على الكات التانية بتاعتنا اللي في الفرن. تمام الكلام، الشكل بتاعها انا حاسس ان هي مش محتاجه حاجه تانية، انا محتاجه لا نزين ولا الكلام ده كله خالص، بس هنضف الحافه بتاعت ال، مش عايز ينضف كمان، مش مشكله. استنوا نجيب اي شوكه نمسك كده. ازاي نعرف ان هي استوت؟ هضغط عليها بايدي يا شباب واتاكد ان هي ما بقتش رخوه. يعني ما بقتش رخوه؟ يعني ما بقتش طريه بزياده، او ما بقتش زي الميه زي ما احنا كنا حاطينها. فلما بضغط عليها بصباعي بص بتعمل معانا ايه اهي، جمدت تحت ايدي خلاص.
شوية تبرد وهتبقى زي الفل. انا كده مش هقدر طبعا لا اقطع فيها حاجة ولا اشوف فيها اي حاجة خالص، هي اخرها زي ما انتم شايفين كده. اقدر اعمل حاجة تاني بسيطة قوي عليها لو حبيته، انا احب اعمل ده قوي، اضيف عليها حبة زيت زيتون بالشكل ده، ألمع الوش بتاعها والموضوع انتهى. وشكرا جزيلا، انا خلصت. اتمنى تكون الحلقة افادتكم، وما تنسوش احنا عندنا حاجات صحية تاني كتير هنعملها خلال الاسبوع ده، وصفة او اتنين او تلاتة او اربعة. تابعوا البرنامج علشان تقدروا تشوفوا الوصفات الصحية والافكار اللي احنا بنعملها في البرنامج، وخليكم فاكرين الفطاطري مش مجرد وصفة. سلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.